قال النبي يوما صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فجهز الجيش كله. من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان جهز جيش العسرة بألف ناقة بأقتابها وأحلاسها، ثم بألف أخرى، ثم بألف ثالثة، وهكذا عثمان يأتي بالنوق الكثيرة فينفقها كلها في سبيل الله، حتى قال النبي بعد أن سر وجهه واستنار: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أنفق يا ابن آدم، أنفق يا ابن آدم، ينفق عليك قبل أن يأتي يوم يتحسر الإنسان. والله يتحسر الإنسان يوم من الأيام، إن عند أموال كدسها وأرصدة خبأها وملايين راحت عليه. مالك ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، أما ما تخزنه في البنوك ليس بمالك يا عبد الله. زار النبي سعد بن أبي وقاص وكان مريضا قبل الهجرة، فظن أنه سيموت. قال: يا رسول الله، ليست عندي إلا بنت واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بنصف مالي؟ قال: لا. شوف الصحابة يريدون. قال: أفأتصدق بثلث مالي؟ قال: نعم، الثلث، والثلث كثير، يعني لا تتجاوز الثلث في تركتك تجعلها لله عز وجل. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. نريد رحمة الله بالصدقات، نريد الظل يوم القيامة بالصدقات، نريد أن نطفئ غضب الرب عز وجل علينا بالصدقات، نريد أن يبارك الله في أموالنا بالصدقات، نريد أن نداوي مرضانا، داو مرضاكم بالصدقات، نريد أن ندفع مصارع السوء بالصدقات. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة برهان.